قبل أيام سألني رجل قال: المكتشف المعروف قدم للبشرية النور، الضياء، الكهرباء، فماذا قدم الإمام الصادق للبشرية؟ وأيضا نحن الآن نقول: ماذا قدم النبي للبشرية صلى الله عليه وآله؟ فقلت له: هذا المكتشف قدم للبشرية الوسيلة، ولكن الإمام الصادق النبي الأعظم علم البشرية كيف تستفيد من هذه الوسيلة. هذا هو الفرق. قال لي: لم أقتنع بهذا الجواب. قلت له: آتي لك بمثال. أنتوا أفرضوا أنه واحد علم ولدكم استخدام السلاح، الرماية مستحبة من الناحية الشرعية، هذا أعطى لولدكم وسيلة، كيف يوجه هذه الوسيلة؟ هل يقتل بها الأبرياء؟ أو يستفيدها للصلاح والإصلاح؟ وواحد آخر هذب أخلاق ابنكم، أيهما أعظم حقا على ولدكم؟ اللي علمه استخدام السلاح أو الذي علمه الأخلاق وكيف يستخدم السلاح؟ يا هو حق أعظم، لا يقارن بينهما. المخترعون أعطوا وسائل بيد البشرية وليس أكثر من ذلك، المهم كيف تستخدم هذه الوسيلة. هذا شغل الأنبياء، هذا عمل أوصياء الأنبياء صلوات الله عليهم. هذبوا النفوس، زكوا النفوس، صنعوا النفوس.